عسلامة. عسلامة بنوتة. عسلامة. قد منا روحك. حياة خلف الله. خلف الله. أيه من نابل. أيه. تحية الأهالي نابل. عايشك. هايفة برحومة. إيش تعمل في حياتك؟ أنا نخدم وجايب قضية لهنا. ربة بيت وتخدم. أيه. كيفاش وفقت بين الخدمة والدار؟ والله هي بصعوبة شوية ما نجمروا احنا قدرة ربي إن شاء الله. موضوعنا، هل التونسي مازال يثمن العلاقات مع العائلة الكبيرة في المناسبات الاجتماعية والجينية؟ بتبيعة بتبيعة العلاقات مع الكبار خير من الصغار تو. كيفاش؟ قلت الكبار عندهم مخ بالكدا ويفهموا علاش قادمين ويفهمونا. أنا لتو نمشي لحمد يقول اش باش نعمل في كل حاجة تفهمني برشا حاجات ناخذ منها رأي لتو في العمر هذايا أنا ناخذ منها حمادتي برشا كلمات باهية. علاقتكم باهية؟ فوق من الباهية أنا عندي حمادتي ربي هز لي أم خلى لي أم. بفضل هيك شنو هو اللي يخلي علاقة الكنة بالحمات ناجحة؟ حلوة برشا وأنا ما نشكرلكش روحي. متفاهمين وياها. متفاهمين متفاهمين. شنو هو سر النجاح؟ خلينا أعطينا لاستيوس. إيش نقول لك؟ الدار بلاش كبير. حتى شايف العيشة. بالخاص هذيك الأم الكبيرة هي أم الناس الكل. تعجبني انا كي نمشي لدار ونلقى امه كبيره انا كي نمشي نهار ما راهاش حماتي نحس روحي نقصتني حاجه والله نقدروها الناس الكل معنا نقدروها حماتي محليها متثقفه تفهمني برشا حاجات حتى تطيب جيت من عشان نطيب ولات برشا حاجات تعلمت من الكبيره تفهمني اللي الباهي والماس هي حماتي ربي عايشها علاش معناها وصلنا الوقت كي نسمعوا بعلاقه الكنه والحمات ناجحه نستغربوا انا وصلت فما بنات بحذايا تبدا تقول لصاحبتها تقولها مامو تبدا ميتة ومن لطف والله والله مادام حبته هو تحب امه قولي ليه تقول ما سابك نعرس عليه تبدا امه مش موجوده علاش شكون جابه هو ويمشي تجي نهار تجيب صغار تحبه هو ما تحبش امه بتبيع فما مكثر الشباب توا كيكره اما بالنسبه لي انا نموت على حماتي ما نكذبش عليك هذيك امي انا امي لا يرحمها وهذيك امي الثانيه علاش شباب توا ما عادش كيما قبل؟ شباب توا ياسر نحس ما مش عادي الحقيقة حتى ولادي نبدا نفهم فيهم راهم نحبك جو العائلة نحب في عيد نبدا محليها بالخص في عيدي كلمة ذيك وحدها في مناسبات في مولد كيفاش؟ في مولد في كل شيء كانت ذبيحة احنا وحماتي تتلموا معناها كل شيء كي تسكن مع حماتك ولا ايه؟ انا حماتي نوتة وانا فوق منها فوق بعضنا الضياع بحب حماتي نسكن ربي عايشها اي احمد يتهب بنات توا علاش ما عادش يحبوا يسكنوا فوق حماتهم حتى الوزيه ريت لبرش عباد ما يتفاهموش انا نتفاهم معاهم بالقدا انا قلت لك علاش بنات توا ما عادش تحب تسكن فوق حماتها بعض البنات مش الكل ايش نقول لك الحماوات مش كل حماه الحماه مش كي بعضها انا حماتي تهب انا حتى كي نقعد انا اخواتي يقولوا فما حاجه تفرق ما بين حماتي ما بين انا عندي اختي اسمها دليله تقول لي صحه ليك في حماتك الحقيقه انا حماتي يمكن برشا حاجات تعملهم لي اكثر من امي يتفاهموا بعضهم تخبي لي حاجه محليها حنين عليا ساعات كذا لي فازة كأنا تلقاك مهنيه لها ولدها مهنيه لها ولدها وكيف نصير فازة انا وياه تجي معايا انا الحقيقه خاطر انا ريت عندي 26 سنه معاها لنهار تقول لي كلمه ماسة ولا انا سمحها كلمه مرها 26 سنه ما جات كلمه اعوذ بالله ما بيناتك على ولدها عندي 26 سنه تو صلي عني هي اختارتك ولا ولدها اختارك؟ والله هي اختارتني الحقيقه بالحق احكي لي كيفاش اختارتني ذكرنا شد الضحك هنا احكي لي كيفاش اول مره شافتك احمد اختارتني هي ولو هي وين؟ فميك في نابل احنا نسكن بعيد شويه على نابل وين شافتك هاي؟ شافتني فم احنا انا اختي جارتهم كي شافتني جات تقول لي تاخوشي ولدي والكل قلت لها ما نجيبش نقول لك لا ايه لا لا حتى نشوفوا انا مش بكش هو ما انا ما يعجبنيش ولا هو ما يعجبوش انا ولا من غدوة تلاقينا خذينا موعد في دار اختي فميكا تفهمنا عجبته عجبني اختبنا عرسنا ثلاثة زواج تقليدي يتسمى لا ثلاثة شهور عرسنا تراش انه زواج تقليدي يدوم اكثر من زواج الحب كيكا حبيته بعد الزواج حبيته تفهمنا ولا قبل هو مثقف زادة ويفهمني ونفهمه حبيته بريود خطبة؟ قولكش ليه هو حزار شوي محبنيش يكلم اللي يجي محبنيش معناتها نحترموا بعضنا وربي يستر الحب وقت يجي بريود الخطبة ولا بعد العرس؟ حتى بريود الخطبة وبعد العرس أكثر شنو أكثر حاجة هكا عجبتك فيه الرجل هذا قلت هذا ما يكون كان بو أولادي صلي عايش بنتي أنا طلبت ربي ربي أعطاني أنا قلت يا ربي إن شاء الله نخو راجل يحبني وحزر عليا
اخي لقيته، حتى هو حزار ما سلمتش فيه، علاش؟ قلت له انا طلبت ربي ورجعتاني. اي هيك هو معناها انت تشجع الزواج التقليدي؟ نشجع نشجع نشجع، وكونوا متفاهمين تو ما عادش يطولوا بالهم برشا كيف نحنا بكري. وحماتي ديما تقول الكلمه اللي صبرت بيتها عمرت، ديما نفس الكلمه ذي، اللي صبرت بيتها اللي صبرت بيتها عمرت. بديت نسمع نسمع بها بالحق كلمه الكبارات بها هي. انت ولدك قلت لي عندك طفل، تتوقع انه الجيل هذا تنجم تختار المراه؟ صعيب برشا، نحب على كيفه هو ولدي انا. علاش نحب على كيفه هو؟ حتى بكري نشري له لبسه يقول لي لا يا ماما نحب على كيفي انا، نشريها له على كيفه، بعد ما يحب تحبش نحب على كيفه هو. وليت تبدل في تصرفاتها في المراهقه؟ تحب تخرج كندادها، تحب تلبس كندادها، تحب برشا حاجات. وبنتي مش خاطر في وجهها، الحقيقه بنتي عاقله، ما تحبش شكل العريق كما البنات، ما تحبش روحها محترمه. وفوق هذا الكل الحن نتاعها وحده حنينه برشا. طلع المماتك بنتك الاخرى حنينه ولا حنينه؟ اما هذه اكثر، هذه اكثر، هذه صغيره ما تخبيش عليا حاجه، حتى حد يعطيها حاجه ما نراهاش انا. جيب معاملتك ليهم كيفاش بناتك؟ صاحبتهم ولا ام؟ انا صاحبتهم. وإيش ما عزم الاولاد كان ربي سبحانه. سهله معاك امك ولا شويه شويه لازم تكون معايا؟ وقتاش تكون صعيبه؟ كي نعمل حاجه خايبه، كي ما نسمعش كلامها. تحب تخرج مع اصحابها برشا برشا، ما نحبش انا. ما زلت صغيره عاد نلزم نهدهم شويه، قد ما يعرفوش من الباهي مش فيه. وقت متو هذوما البنات تو ولادنا تحسها تونس صعبت شوي عليهم. ولا تتخوف؟ عندك الحق تخاف عليها. تخوف؟ انا وصلت نص الليل نخرج وحدي، زعما نسكن وسط المدينه نخرج وحدي ما نخافش. تو وليت انا نبدا حتى مروحه من الخدمه نبدا خايفه، فمش حد والله نبدا خايفه. كنا عادش تفرق ما بين هذا اللي ما ظهروا به ما يعمل شيء وهذا ما ظهروا خايب؟ عادش تفرق، عادش تفرق. وانت تخاف على ولدك وعلى بنته، انا نخاف عليهم برشا. ونبدا نكلم فيه في التلفون وقتي ايش هاني نشرب في قهوه، نبدا خايف عليه انا، هو مش فاهم الوضعية. هاني مع اصحابي نشرب في قهوه وندير شنو. تو وقتها ما شاء الله تونس تولي بيه، ان شاء الله ربي يعيشنا قيس سعيد. ان شاء الله يا ربي يبعد علينا ولاد الحرام وربي الصغار يا ربي يعطيهم الوقت الطيب يا ربي. ان شاء الله برشا حاجات في تونس يتبدلوا، صعيبه شويه وتونس ما عادش كي بكري. نحبوها تونس، محلاها تونسنا، بلادنا ما كيفاش حتى بلاد. اما ان شاء الله تولينا تونس باهيه، وان شاء الله تونس ان شاء الله حكمنا يطلع بالقدا ان شاء الله. سعيد ان شاء الله يلقى شكون يحذيه بالقدا بالقدا ان شاء الله. احنا فرحانين به وان شاء الله يطلع في المستوى اخر من الاخرين. احنا تو ماشي معانا، ان شاء الله ربي معاه، ان شاء الله ربي معاه. ونقولوا له رد بالك على روحك. يعطيك الصحه مدام، عيشك. ونسلم عليكم برشا، ونسلم على رحمتي برشا، على اخواتي برشا، ومرسي يعطيكم الصحه.